الله ينتقم منهم. شو أقول؟ الله ينتقم منهم. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. ليش شبابنا هاي؟ ليش؟ ليش يعني شنو ذنبهم؟ طلعوا يطالبون بحقهم. ليش هيك؟ ليش؟ ليش 16 سنة و 18 سنة؟ ليش هيك؟ الله ينتقم منك جميل الشمري، الله ينتقم منك عادل عبد المهدي، الله ينتقم منكم، الله ينتقم منكم. ليش هيك؟ ليش؟ الشمري نعلقه بساحة الحبوب. الشمري الشمري الريد نعلقه بساحة الحبوبي، وكل ما ينقطع من عنده وصله كل هذول الناصرية بعد ما نتحمل كافي. ما نريد اي واحد، هم ينتخبوا. ما نريد احنا الشعب هذا، هاي الناس الطالعة كلها هي اللي تنتخب، هي اللي تنتخب. ايران ما لها علاقة، ولا سليماني إلى علاقة، ولا اي واحد إلى علاقة. احنا ننتخب، احنا ولدنا هاي الماتت عوائلهم. عندنا مثقفين الحمد لله والشكر، العراق متروس مثقفين، مو بس عندهم. ما نريد من عندهم اي واحد. نريد ثار ولدنا، نريد جميل الشمري هنا نعلقه بالحبوبي. من سنين الدم ينزف في محافظة قارب قبل 35 سنة ولا يزال لحد هذه الحالة. فأجى قبل يومين الشمري وبطينا شهداء من محافظة قارب عزة الورود، وكثريتهم يعني خاطبين، والله هذا واحد من قرايبي غرفته يعني توها ناصبينها واستشهد من الشمري. وأريد أطلب طلب يعني، ولو حكومة ما عندنا حكومة، بس إحنا ما يشبه قلبنا محافظة قار إلا ما يجي القائد الشمري هنا ونحاكمه بالحبوبي، غير هذا الشيء ما عندنا. وبالنسبة رئيس الوزراء ما يفيد عادل عبد المهدي، ولا قالوا عادل عبد المهدي، كل الحكومة إحنا ما نريدها. حال المتظاهرين في ساعة التحرير وكل محافظات العراق زين، والناصرية. وأرجو بالنسبة نصب الشهداء أريده على الكورنيش، يسوي لهم نصب الشهداء على الكورنيش مع محافظة قار، هاي طلب. والطلب الثاني بيوت النزاهة تصير لعوائل الشهداء، هاي بيوت النزاهة. اجونا بثلاثة بالليل يعني مقاوم طيارات، اجونا ايش تسوي لهم؟ وصلوا هنا بثلاثة بالليل يم التربية. يعني كنتوا بالعالم يعني شد اسولف لهم؟ يعني قوة مشتركة حتى الشرطة وياهم، وحتى ناس مدنيين وياهم، وكافة السلاح جايبينه. يعني واحنا اصلا ما رحنا لهم. مقاوم طيارات مع شون ونص بكيسيات، كل كافة السلاح جايبينه. يعني وصلنا التربية لهنا يرمون على العالم. وكذب العالم ما راحت المهمة جولة العالم بثلاثة بالليل. صارت مزرة هنا وصلوا حتى الشغب اللي هم استاحهم الشخص التوتية ودرع وهالسوالف. هذا الواقع ان الطابوق اللي شامر المتظاهرين حاملين هم استاحوا ضد المتظاهرين. وجه بوجه يرمي. ورشوا الشوارع كلها غاز يريدوا يحرقون المواكب، هنا الغاز كله رشوه. يعني وصل يعني هذا هنا وصل. يقول احنا جايين هذا رمي كله هنا وصلوا على المواكب. بالجملة الشهداء شنو الشهداء؟ هاي الشهداء بالجملة هاي. هاي بركبة من دم من ذولا بركبة يعني مين؟ حتى ما يطق برجله، يطق براسه يعني مستهدف قناص مشغلين. بركبة من ذولا دم يا بركبة من بعاد الدخيل اللي يقول انا ما ادري، لو بركبة القائد اللي يقول انا والله ما رام وينادي والرم مشتغل على الشباب. العلم العراقي شقاه بالقامة على رجله. والله حتى العلم العراقي راية مال امام العباس يقضها ويذبها بالشاط. شنو ذولا؟ هاي منا اخذها راية مال امام العباس يقضها ويذبها بالشاط. يسحق بيها تكرم بالبصة يسحق بيها. ها Allah'a emanet olun.
وقالوا وياكم واحنا وانتم شنو تردون احنا، واخر شيء طبوا علينا وبعدين ظل يرمون البونا بالشط، وبعدين ظل يرمون على الوادم. هم هذول كلهم خاصين الى الشمري، يعني لا خاصين للشعب العراقي ولا هاي، هذول الرد السريع وكلهم يعني ما شفت واحد يعني. قالوا احنا بحمايتكم اجون، احنا نحميكم هنا، اخر شيء قطع عليهم ظل يكتلون بالوادي. يعني انا ما شايف هيك، يعني رمي هيك رمي على هو منين جاي؟ غير هو جاي مواطن عراقي، ابسط شيء هو طالب، يريد يطالب بحقه ابسط شيء على هاي الدول الباقيه. أول مرة للحادثة اللي صارت، إذا تريد تركز بسؤالك على الحادثة اللي صارت والمجزرة اللي صارت بالناصرية، هي أسبابها الجهات اللي جتنا من بغداد، والقضية مدروسة. يعني عندنا خمول أمني بشكل، وراح ضحيتها أولادنا وراحت بيوتنا وطينا شبابنا، ويعني ونستنكر هذا العمل والعمل الجبان اللي جانا. أكثر شيء نركز اللي قاعد تأذينا دول الجوار، أرجو من كافة دول الجوار ألا تتدخل بقضايانا الداخلية وتخلينا نعيش أحرار وسعداء ببطننا، لأن طينا دم وطينا شهداء وطينا نزيف بسبب أن نعيش سعداء بهالبلد. فأرجو من كل كافة الدول ألا تتدخل بقضايانا الداخلية. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله لنا ولكم العزاء بهذا المصاب الأليم الجلل الذي حل بأبناء الناصرية العظيمة المجاهدة. بودي أن أتكلم بشكل مختصر عن الناصرية أولا، ومن بعدها أعلق من سبب وأثر وقتل أبناء الناصرية العظيمة. الناصرية قدمت الشهداء في زمن اللا نظام، والمواقف مشهودة وعديدة، وقدمت الشهداء في معارك الاحتلال ضد الاحتلال الأمريكي، وقدمت الشهداء في معارك داعش وأخرجت داعش. أما اليوم فالناصرية تقدم الشهداء من أجل العراق. اليوم هو مطلبنا الرئيسي والأساسي، هو من قتل أبناؤنا، والذي قتل أبناؤنا واضح وجلي أن الحكومة المركزية قد استفزت أبناء الناصرية وقتلتهم في وضح النهار وبعملية جبانة وخبيثة جدا. نستنكر هذا الفعل. نحن بحزننا وثوبنا الأسود وقلوبنا المحترقة الآن نقف في ساحة الحبوبي حزنا أولا، وثانيا جزعا على ما حل بنا. فالمصاب كبير، والأم الثكلى التي تؤن وتؤن هنا بساحة الحبوبي وفي البيوت، هذا ألم كبير. فنحن من ضحى لأجل العراق، ونحن من قتل لأجل العراق، لكن أن نقتل
من أيادي القوات الأمنية فهذا مصاب كبير. من هذا المكان أن أوجه يجب أو الآن محاسبة من ارتكب المجزرة في الناصرية، ارتكبت مجزرة خبيثة وجبانة جدا في ذلك الليل وفي ذلك الصباح. قوة أمنية دخلت إلى المحافظة وقتلت أبناؤنا بعدما كانوا نائمين في سرادقهم مؤمنين، فقتلوهم بكل دم بارد. نستنكر هذا العمل. أما الآن فهو مطلبنا واضح وجلي، محاسبة من اعتدى وقتل أبناء الناصرية في ذلك اليوم وفي الأيام القادمة. أما الآن فمن يتكلم بالكتلة الأكبر وهذا الموضوع، نحن لا نقبل بأي شيء من هذا الكلام. نحن نقبل بحكومة مستقلة عادلة واستقلال الحكومة بشكل عام، وتشكيل حكومة انتقالية إلى أن تكون انتخابات مبكرة وشخوص جديدين. هذا، ونسأل الله الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار. الرحمة والغفران والخلود لأرواح الطاهرة التي زهقت على مذبح الحرية. شباب ذي قار، شباب الناصرية، شباب العراق، هذه هي صرخة من صرخات الأحرار التي علمنا إياها الإمام الحسين عليه السلام. ندعو بشدة أن ينظر الرأي العام إلى هذه الطاقات الهائلة التي زهقت أرواحها، هذه الطاقات التي ممكن كانت أن تساهم في بناء هذه المدينة وفي بناء هذا البلد الجريح. نطالب بشدة بعد أن نعزي عوائلهم الكرام ونسأل الله الشفاء للجرحى، نطالب بشدة بمحاكمة ومعاقبة هؤلاء المجرمين، ابتداء من جميل الشمري وعادل عبد المهدي وقائد العمليات وجميع من اشترك في هذه المجزرة البشرية القبيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على هذه المدينة وعلى البلد بالأمن والأمان. ولكن أخوان الكرام، أعزائي، ليس هذا نهاية المطاف، فهناك مسير طويل وحمل ثقيل. ندعو كافة العقلاء وندعو شبابنا الكرام أن يعوا إلى مدى خطورة المرحلة القادمة. انتهينا إن شاء الله من مرحلة الدماء، وبقيت علينا مرحلة الحذر والذكاء، فالأعداء يتربصون ودماءكم الطاهرة التي زهقت غالية علينا. انتبهوا أيها الشباب، أن هناك من يحاول أن يسرق جهودكم، وهناك من يحاول أن يلتف على ما قدمتم من تضحيات هائلة. هذه وقفتكم السلمية الشريفة هي سهم في صدر الفاسدين، فهم لا يرضون بذلك. والآن وأنتم تقفون هذه الوقفة الشريفة، هم يحكون مؤامراتهم ويسعون إلى مسك خيوط اللعبة من جديد. فاحذروهم، احذروهم، لا تغرنكم هذه المظاهر. نعم، شعاراتنا شعارات ثورية، شعارات حرية، نعم، ولكن هناك من يجلس في الغرف المظلمة ليسرق هذه الجهود. دماء شباب الناصرية ستكون السبب في تغيير وجه العراق إن شاء الله، ولكن بشرط سلميتها ووعيها. شكرا لكل الجهود، شكرا لكل الباذلين، شكرا لكل الدماء الطاهرة، شكرا لعوائل الشهداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على مدينتنا بفضل الله تعالى وجهود المخلصين. Oh.
الشهداء اللي راحت بظهر اللي أنطى الأوامر قتل الأبرياء، لأنه خدعوا الشباب خدعة، قالوا الأمور استتبت وماكو شيء، والساعة 3 يغزون ناس شباب أبرياء بالخيام يسحقونهم بالشفلات. فعليه يعني أي واحد أنطى الأمر يتحاسب، المحافظ، قائد الشرطة، القوة اللي جت اللي يقولون إحنا ما ندري بيها، اللي يقولون ما ندري بيها يبررون، لا كان لعل مثلا قوة أجنبية غازية تكون تتحفظ الأمن ما تدري، فهذا تبرير. فعليه القانون ما يحذف واحد، وصدر أمر القال قبض على الشمري جميل الشمري، وشكلت لجنة من قضاة 3 بالتحقيق حول الأطلق النار، وهذا ما يفيدهم، ما يفيدهم تبريرهم بأنه إحنا ما ندري، لا القانون يحملهم، هم مسؤولين عن أمن المحافظة، والمحافظة والمتظاهرين أبرياء ما عندهم سلاح، حتى إذا انزجت عناصر باسمهم فهم بريئين منها، وفعلا شخصت من قبل الدولة وكذبوا منهم أشخاص، وهسه التحقيق يجري معهم، والمتظاهرين الشباب الأبرياء اللي راح دمهم بدم بارد من قوات دخيلة على الوطن. فعليه أي واحد راح يحسب القانون على هاي الدماء اللي سالت، مو اليوم باكر، مو باكر عقبه، القانون ما يترك واحد، إذا ما يتحاكم بالعراق القانون الدولي يحاسب كل من أعطى أمر بقتل الشعب، بقتل شعبه، فهذه حكومة فاسدة اللي تقتل شعبها. تشكلت لجنة من نقابة محامين ذي قار اليوم لغرض الدفاع عن المصابين والضحايا العمليات الإرهابية التي قامت بها الميليشيات والأجهزة الأمنية القمعية، وقد شكلت لجنة من القضاء في رأسة محكمة استئناف ذي قار، وباشروا باستماع الشكاوي، والحمد لله قد تم صدور مذكرة إلقاء القبض بحق جميل الشمري ومنعه من السفر، وما زال العمل جاري في المحكمة، ولجنة مكلفة من القضاء من مجلس القضاء الأعلى باستماع إلى الشكاوي، وما زال عمله مستمر، وعلى أهل الضحايا والمصابين مراجعة محكمة استئناف ذي قار لتقديم شكاويهم، وهناك فريق كامل للمحامين مجانيين لغرض التوكل عنهم والاستمرار بالإجراءات التحقيقية. بما أنه الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء مدينة الناصرية تخضع ضمن القانون العراقي ضمن أحكام المادة 406، وكذلك تخضع ضمن قوانين الدولية، حيث بها نوع من الجريمة ضد الإنسانية وترويع المواطنين وإطلاق النار العشوائي بمختلف الأسلحة، فإنها تعتبر جريمة دولية وليست محلية. وإن شاء الله القضاء العادل وقضانا كلنا ثقة به نتخذ الإجراءات الكافة ونلاحق المجرمين الذي أجرموا بهذه المدينة أينما كانوا. مستحيل الدماء في كل مكان وبكل الثورات وبكل الحركات التحررية أن تذهب دماءهم سدى، مستحيل هذا الشيء. كل سنن التاريخ، كل سنن الكونية أثبتت أن الدم لابد أن يغير، مهما كان هذا الدم ضئيل، لكنه ما دام دم محق أكيد راح يسبب يجرف كل العروش وكل الكراسي اللي 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 استفادت واللي حاولت ان تركب على ظهور الفقراء، على ظهور المظلومين، وعلى ظهور المضحين اللي حاولوا بعد هذيك التضحيات العظيمه اللي صارت والتخلص من الزمره العفنه اللي مرت عليها، وقلنا راح نغير. لا يمكن ان يرضى اللي يتخلص من صدام ومن تلك الطغمه العفنه ان يرضى بالظلم مره ثانيه من ايا كان، حتى لو كان من ابناء جلدته.
لأن هيهات منا الذلة هو مو شعار طائفي، مو شعار على ابن الطائفة الأخرى، هو شعار عام، هو شعار كوني، أنه لابد للتضحيات، لابد للتضحيات أن تأتي أكلها سواء اليوم أو سواء غد أو سواء في مستقبل البعيد. فهذه كم الشهداء اللي ضحينا بهم هنا لا يمكن أن يذهب سدى. إذا حجم التضحيات هذه راح لا سامح الله، لا سامح الله، لأن سنن كونية أنه الدم هو اللي يغير العروش وهو اللي يطيح بعروشهم، وهذا لابد من عنده، نراه قريبا ويرونه بعيدا. سبحان الله، السنن الكونية تقول الدماء تطيح بعروش الفاسدين، بعروش المتكالبين على الغنائم. العراق غنيمة، لكن ثق الفقراء سيخرجونها من أعينهم ومن كل شيء، لكن مو بالعنف. هؤلاء الشباب السلميين اللي أعطوا أعمارهم وأعطوا دماءهم، ثق دماءهم لن تذهب سدى، وراح يرجعون يملؤون الحياة ثمار هاي الدماء. راح نشوفها أنا ونشوفها أنت ونشوفها أبنائنا وأبناء أبنائنا. التضحيات هاي ما راح تروح سدى، وراح نحصل ثمارها بإذن الله. سنن الله وليس لسنة الله تبديلا، ونعم بالله. نحن على يقين، نحن على يقين أن هذه الأجساد التي ضحت وأن هذه الأمهات التي بكت لن تذهب سدى، وسنرجع بإذن الله، بإذن الله سنرجع العراق إلى طريق القويم، طريق الصحيح، طريق الرسالة، طريق الحضارة، طريق آلاف السنين من الحضارة العظيمة اللي علمت العالم. لازم يرجع العراق مثل ما هو، لازم يرجع العراق عظيم، يرجع يحفظ كرامة كل واحد من هاي الأبناء الصغار. من يطلع في مكان يفتخر أنه هو عراقي، من يدخل بمطار يفتخر أنه هو عراقي. العراقي مو سبة صار سبة في غير مكان بسبب شلة فاسدة جاهلة حاولت أن تركن وتصعد على 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 أجساد وعلى على أجساد الضحايا اللي ضحوا للخلاص من ذاك النظام العفن، ذاك النظام البائد اللي أعطينا مئات الآلاف من التضحيات حتى نخلص من عنده. ثق بالله العظيم، هذه الشهداء وهذه الدماء لا يمكن أن تذهب سدى. وبكاء الأمهات، أنين الآباء، وآهات أصدقائهم وأصحابهم تملأ المكان الآن. لا حد يركب الموجة، لا حد يشيل سلاح، لا حد يركب الموجة. هاي ثورتهم وهاي مطالبهم الحقة، راح ياخذوها من عيونهم. ثق بالله، دماءهم هي اللي راح تجيب حقوقهم. لا حد يصعد على أكتاف هؤلاء الشباب. هؤلاء الشباب 60 يوم كانوا هنا ما شفنا سلاح، ما شفنا سلاح بهذا المكان. أنا من 1/10 ظل إلهم، ما كنت متصدي بس كنت واقف معاهم، واقف وياهم. أريد أقول له أنت ابني وأني وياك. أما هسه طلعت لسانك وجيت حتى تقول ما شفتك أنا دافعت عن ابني هناك، ابني من انطاح وابن أخوي ما شفتك. أما أن تقف معهم وتطالب بحقوقهم أو أن تتحيد، أن تتحيد إلى أن تتحقق المطالب بسلمية بيضاء. صورة عظيمة من صور التحضر طلعوها هاي الشباب برسومهم على الحائط، بتكافلهم الاجتماعي، ياخذ اللقمة من البيت ويجي يعطيها شسمه، تقف المرأة مع الرجل. حتى ماكو دعوة تحرش بين امرأة وبين رجل، بين بنية وبين ولد. وشفناها في كل التجمعات، وشفتها في كل التجمعات، وتعرف شو أقصد. في أكثر التجمعات قدسية شفنا أكو حالات، لكن هنا ما شفنا هاي الحالات. هذه الحالات يجب أن ترسخ، هاي الحالات يجب أن تعمم، هاي الحالات يجب أن تكتب بماء الذهب. هذا التحضر اللي شفناه وهاي المدنية العظيمة اللي شفناها ما تروح سدى، لا تركبونها، لا ترجعونها مرة أخرى إلى 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 طائفية بغيضة. ابن فلان لا يدخل، وابن علان لا يجيني، وابن هذا لا يقف وياي، وانت لا تشعل شموع لي، وانت لا تشيل لي علم. لا، الكل ويانا. ذي قار أصبحت حالة عالمية، ذي قار أصبحت حالة لكل الدنيا، كل الدنيا تصيح هذا ابن ذي قار. بلبنان اليوم واقفين أمام السفارة العراقية بلبنان وهم جروحهم كبير، وقفوا هناك حتى يقولون احنا ويولي ذي قار. ما نريد استعراضات بالسلاح، هذا المكان طاهر، هذا المكان أبيض، هذا المكان ناصع. احميني من بعيد، احميني هناك، روح هناك، لا تركب الموجة هنا وياك.
نحن أبناء هذه المدينة، هذه المدينة سلمية بيضاء ناصعة متحضرة، أعظم أنواع الحضارة أن تشوف بنية وولد يرسمون الشهيد ويرسمون أم الشهيد ويرسمون هذه الآهات. والله العظيم أنا أفرح بهذول ولدي وأخواني. ثق بالله، هؤلاء لم يروا حزبا ولم يروا بعثا ولم يكونوا صداميين ولم يرى. هؤلاء أبناء هذا الجيل، إحنا أبناءنا ذولي تحملوا خياراتنا الفاسدة، هذول إحنا اختارينا لهم. أبناء الناصرية تحملوا خياراتنا إحنا. من أخذنا نساءنا ورحنا جريناهم مثل الأنعام حتى ننتخب هاي الزمرة الفاسدة. خطية هم تحملوا، هم كانوا ضحايا إن خياراتنا البائسة هم تحملوها. هسه احنا لازم بس نوقف وياهم، احنا نقول لهم احنا وياكم وش تردون، احنا آباء واحنا اخوان واحنا اهل واحنا قدامكم. اني من احميك ما اريد اكسر ثورتك، انا من احميك اريدك تبقى يمي، اريدك تبقى لامك، اريدك تشوف نتائج هاي الثورة العظيمة. اني انطيت اخ لان دوه ما اليه، انا انطيت اخ لأن دول السرطان ما عنده، أنا انطيت أخ وما أريدهم ينطون أخوان. أنا أريد أنا انطيت أخ حتى دول الشباب يتنومسون إنه هم ابن ذي قار. ما أريد هذا السلاح أشوفه هنا، وهذا اللي 60 يوم أنا صار واقف وياهم، ما أريد أشوف هذا السلاح. ماكو سلاح. أنا ابن عشائر وأنت ابن عشائر، وقف وياي ابنك، ومن يضطر شو اسمه انت تروح تحميه، بس ما تتخلى عنه وبالنفاهه تجيني شايل سلاح. لا اللهم بحق محمد وآل محمد اسكن ارواح ابنائي وابنائكم جنانه يا رب العالمين، وانزل رحمته ورأفته على قلوب امهاتهم. كلنا ننسى وكنا نروح وكنا ننشغل، تبقى هاي الام ويا ابنها الى ان تجاوره. فيا وليداتنا لا تنطون، لا تخلون هاي الأرواح الراحة تروح ببلاش. أريدكم أنتم، والله العظيم هاي الثورة سجلت بأحرف من نور ما مشيوفه بتاريخ الإنسانية جمعاء، بتاريخ الإنسان. أنا الشهيد القادم مني تاخذ بالمحرقة في مكان ما خارج العراق يصير مقدس، لكن مني طالب بحقه من عندك يصير مندس ويصير ماخذ حبايه ويصير كذا. ليش الله ما يقبل؟هذا الشيء ما يكفينا اللي سوته هسه الحكومه، شيء ما يكفينا، احنا نريد محاسبتهم كلهم ذول الفاسدين كلهم اللي هم سببوا سفك الدماء بكل العراق مو بس بالناصريه، واكثر شيء بالناصريه والنجف، نريد محاسبتهم، مو بس يستقالوا قبل وطق طيارته وشلع، احنا نريد محاسبتهم، نريدهم. ولو لو 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 بيدي انا اقول له هنا احطك بساحه التحرير بساحه الحبوبي وخلي الناس هاي المظاهرين فوقون خليلهم بيه. اي والله والله العظيم على المأساة اللي شفناها احنا المتظاهرين
ليش احنا شو مسوين؟ مو اخواننا هم يعني هم يريدون يخلونا نتكاتل بيناتنا؟ انا قتلك وانت تقتلني؟ وبالفعل خلونا نتكاتل، يعني طلع اخوي ابن عمي اللي هو بالمديريه واللي هو بالشرطه واللي هو باي مكان وكثفكت عليه وقتلني وقتلني وبالفعل قتلني، وانا كل شيء ما بيدي بس العلم. وشم طفل صغير بقد هذا يشمر حجاره شايل تلغيره. زين ليش سوى هالشكل؟ ليش احنا مظلومين من ذاك الزمان لهذا الزمان؟ وبالذات اهل الناصريه، بالذات اهل الناصريه. طب لاهل الناصريه جيبها من البدايه للنهايه، شوف لك بيها جسر زين، شوف لك بيها شارع زين، شوف لك بيها مواطن مرتاح بيها، شوف لك بيها مستشفى كله صرصر صرصر هطول الصرصره، يطب المدير مال المستشفى، خويا وراه حمايه فوق 70 نفر. مدير مستشفى حماية فوق، يعني هاي إلى متى تبقى؟ إلى متى تبقى؟ علمونا إلى متى تبقى هاي 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 هاي, هاي, هاي المماطلة وياهم على اليمين. طلع بندقية ذكر أخوك، كل الشعب العراقي عنده سلاح، كل الشعب العراقي ترى عنده سلاح وسلاح مشكل، بس ما نطلعه على أخونا نكتله، بس مع الأسف طلعوه علينا، بأخوانا طلعوه علينا كتلونا. مثل محنة الوالد ماكو ون يا قلب والنعلة ولا يا الراعي المابة والمحنة بويا مشبعت منا مشبعت منا يا بويا مشبعت منا راح الأبو مشبعت منا. أول مرة أنا أشكركم وأشكر قناتكم وعلى عيني وراسي ومن رخصة إخواني. إحنا انغدرنا 1,000,000 مرة، هاي صار لنا 17 سنة. يا هل يجي يقعد على الكرسي، أنا أبوكم وأنا أخوكم وأنا إلكم، ويطلع سبع باع واللوقية حش السامع اللي من بعض الناس اللي مستفادة بالرواتب واللي مستفادة بالبيوت واللي مستفادة بالسيارات، جاي تمسح برجلي حش السامع، تمسح له بساطيله وتلبع له. وملينا يوم الخميس، ها طبت علينا قوة من بغداد، عرفت شلون؟ وكتلت ولدنا هنا بالناصرية كلها، مو اجت هنا اعترضنا، صارت يوم الجمعة على اساس نروح منها احنا والمشايخ للمديرية. طلعنا لو بنوصلنا شوية عن باب المديرية، باو على الاعلام مال المشايخ ولا علم ولا شيخ، بس المظاهرين. انطريت انا اكبر سن بيهم، صرت انا حاجوز لهم، ما اريد يروحوا ضحايا، عرفت؟ طلع علي ابو قدم وطلع علي عميد، قال اخوي رحمة لوالديك، نريد 10 نفرات يطبون علي للقائد ويحاشونه، ابو القائد اللي استغال ياه ابو نور ابو الوليد. عرفت؟ طبيت انا وياه 10 نفرات، قلت له عمي ابو الوليد شو تريد؟ انا جايك وجه لوجه نيابه عن المظاهرين كلها، انا مو قياده، انا رجال واحد من عشيره، واحد من مظاهر، واحد من الولايه هاي، ودمي قلت له ضحيه للمظاهر وللشرط الادمي وللسيد الخير وللشيخ الخير، ها رقبتي التراب رجلي اللي يدوس بها القاع ضحيه، وهسه وباكر واقولها قدام اخواني كلهم لا خوفا ولا مستحى. قلت لك كفيلك العباس لا خايف منك ولا مستحي من عندك، ها نفسيته هذا هو ابو الوليد. عرفت؟ وجه لوجه بعدك، ها قلت له هاي شوف العماره اللي قبالك، قال لي قلت له بالعباس صاروخ هذا اخسر عليك واحد بس احنا قلت له لحد الان ما بقى عنده بالاسلام بيناتنا، ما نريد دم يصير بيناتنا. اخر شيء يوم واحد 48 شهيد، يوم واحد شهيد، يوم واحد 48 شهيد بيوم واحد. وهذا ابو الوليد حصل الجماعه 15 واحد جوا بالقياده ورموا عليهم الشرطه رمي كلهم، هذول يشوفون الشهداء، هذول الشهداء شو يذنبهم؟ شو يذنب هاي الناس؟ هم الشرطه والاصوات هذول هم اللي حصروا الناس، قالوا شنو تردوا مطالبكم؟ حصروهم جوا وسدوا الباب وقتلوهم كلهم، قتلوهم ليش؟ ليش؟ شاوين الدولة؟ شاوين هذا ابو الوليد يقول ماكو طلقة واحدة ترمي، ماكو، شاوين من هاي الطلقة جت؟Oh,
احنا صابنا شهرين نظاهر هنا نظاهر بس بالعلم وشبابنا تلقت الرصاص وشايله بس العلم. انا مو اليوم يوم النفاح جاي يستعرضون بالسلاح، وهذه هاي الساحه ما يطبيها سلاح، ساحه مقدسه. بعد شويه يضربون يضربون المديريه يضربون هذه، وقالوا من الساحه انضربت، لان شنو جماعه دخلوا هنا بسلاح. الساحه ما دخلها بسلاح، الساحه تبقى مقدسه، اي ممنوع احد يدخلها بسلاح. جاي اليوم يستعرضوا هاي، واحنا شبابنا احنا تلقينا رصاص بصدومنا بس بالعلم العراقي. طبونا الشغب هنا، طقونا بقنبلة دخانية، كل احنا تكومنا، اجوا بعصيهم قاموا يدقون علينا، طقونا هنا بيدي فصلوا العظم عن الكف، طفنا بالمستشفى وشردنا، لفونا الدكاترة. الصبح يلا رحت المستشفى صبيتها، طبوا لهنا يم التربية يردون ياخذون التربية، الشغب كلهم، اجيت انا لقيتهم هنا ما ادري، مو جزر الزيتون، اجيت لقيتهم هنا. اجينا لحبوبي لقيتهم هنا، لقيت العالم كلها تراكس، ستوتات، شهداء، مصاويب، هنا يجيبونها ركض. رحت وياهم يم التربية، لقيت الشغب واقفين يم المستشفى. قنابل دخانية وطلق حي وجماعة شناهم ووقفنا هنا التربية ما خلينا لهم يوصلوا لحبوبي وطقونا قنابل دخانية جوا رجلينا كل احنا تكومنا تقريبا بين 20 واحد 25 واحد جابونا دق يم المستشفى وحدة جتني هنا طقونا هنا ايش عده جاي لهنا شغل الحبوبي هنا هنا والله هنا واكو جماعة هسه هنا موجودين اكيد دافعوا وياي يعني مو بس انا احنا هنا هنا يم التربية هاي يوم السبت بالليل ضلينا للصبح للستة الصبح هنا احنا مناطرين تياراتنا محترقه هنا ما خلينا لهم يطبون لي الحبوبي هنا ما خلينا لهم يطبون لي الحبوبي مو يقولون احنا سلميه هاي سلميه ايش عندهم جايين للسلميه هم ايش عندهم جايين للسلميه احنا قاعدين هنا بالحبوبي مظاهراتنا سلميه ما عندنا شيء شباب متجمعه جاي نطالب بحقنا تعيينات لا اكو لا شيء والله شويه احنا بالليل فجاه وتجينا قوه الحبوبي اصلا هاي الشباب كلها جاي تشوفها كلها الله شاهد سلميه ولا عندنا اي شيء وما احنا شلون انا هسه اجي واحرق دائرتي الحكوميه التابعه لي انا احرق تربيتي انا مغرات انا اذا احرق مغري اذا باكر عقبي الي يفيدني غير جيشي بس انت من تجيني وانت تجيك اوامر منك من عادل عبد المهدي مدري من ايران وتقول اقتحم الحبوبي انت تدري بالناصريه ما تطي كفيلك العباس انا احلف لك انا اذا يجون هنا هذا الحبوبي غير هسه انا واقف فيه ويقتلوني هنا ما اطلع من الحبوبي ليش؟ لان انا جاي ظاهر عن حقي انا طالب باكر عقبه اخوي ابن عمي يتعين وين التعيين؟ شو صار 8 سنوات وراي وانا بعدني لحد الان اشياء طالب واريد باكر عقبه من اتخرج هم تعين هاي كل الناس متخرجه بس احنا من اجينا هذا شو اسمه الشمري خالد الشمري جاي هنا ويقول جميل الشمري ويقول اردى جايته اوامر منك اردى فرق الحبوب عبال الناصرية هينة خايف ثقب محمد لا انت ولا اكبر منك هاي الناس بعد تطلع من الحبوبي وان شاء الله ان شاء الله دم شهدانة ما يروح هذا Yeah.
لا 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 مو المهم. إبراهيم لا لنا أن نشرك بالله من شيء. ذلك من فضل الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اليوم احنا هاي مبادرتنا للشهداء، شهداء المدينة، يعني صار لنا احنا 3 أيام الناصرية وحشة واحنا كلنا احنا نبكي، وهذا العزاء سويناه اليوم للشهداء بالأخص عمر، لأن عمر كان قاعد هنا ويانا، وكل ما يجي قلت له خلاص وخر عنا، وخر من البنات وخر ويروح، متعينة علي هاي القاعد أكثر كلهم شهداء أنا هم، بس عمر كلش متأثرين بي احنا، والبنات كلهم هنا أنا، واحنا نقدر نروح لأهاليهم ونسوي بيوتنا، بس لأن هم طلعوا من الحبوبي المتظاهرين، طلعوا من الحبوب ونقتله، ولذلك احنا سوينا هنا المأتم هذا لهم اليوم، سوينا الختمه وشعلنا الشموع لهم، وهاي النساء الجايه واعداد هوايه راحت، وان شاء الله احنا ما ننساهم، نبقى مستمرين بذكراهم وباقين الى ان تتحقق مطالبنا من هاي الخيمه، صار شهر كان شهر واليوم 40 يوم صار لنا بهالمكان هذا، الى ان تتحقق مطالبنا، لازم نريد احنا اللي قتلهم لازم احنا نقتله هنا بساحه الحبوب، لو بالمكان اللي استشهدوا هاي وحده، وثانيا نريد احنا حقوقهم وحقوقنا المطلوبه كلها، نريد اولادنا الشبعانه ضيم يركضون حسره عليهم الالف دينار، عندي انا هسه 7 ما متعينين خريجين، مهندسين 2، محامي، تدريس، ما حد متعين والله، بس ابوهم متقاعد، بس انا من قبل ما تطلع المظاهرات انا اطلع متظاهره كمنظمات مجتمع مدني، واستمريت الى ان هذا الوقت والكل يدري بي. الله خذ راحتك حبيبي. Thank you.